أنا اسمي هالة الصباغ، عمري 19 سنة، بدرس محاسبة قسم التجاري الدولي بكلية القدس. هلا كان الأول فترة الوضع كان قبل الحرب كان مستقر، كنا ضمن عائلة يعني ما كنا مفككين كل هلا حدا ببلد. كانت كتير حلوة، نروح زي مطارح حلوة بسوريا، نروح عند تيتا عند جده، جد بستفقد أنا كتير لهالأيام الحلوة. جيت ب30/6 عام 2013، كان عمري 13 سنة، عن طريق مطار ملكي علياء الدولي. سمعت عن منحة إيديو سيريا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، كمان صاحباتي بيدرسوا هون كتير شجعوني فيها، قالوا لي جدا حلوة جدا مريحة، فتشجعت وإجيت وسجلت. الحمد لله المنحة كتير مهمة بالنسبة إلي، لأنه أنا ما بحب إشي اسمه تضيع وقت، بحب دائما إني أوصل لأكبر قدر ممكن من الشهادات. كمان إنه كوضع زي جامعاتهم بالأردن جدا غالية، فلما صحت لي منحة كان جدا يعني حققت لي حلمي اللي ممكن إني أسجل في محاسبة وأدرسها. هي المنحة إيديو سيريا رح تزيد ثقتي بنفسي، رح تخليني أحصل على شهادة، ممكن إني إذا رجعت على سوريا ممكن أي شركة تتبناني إني أشتغل معها، إنه شهادتها جدا قوية. فرص أنا بتمحى إني أنا أحصل على أقصى درجة ممكنة من الشهادات، كمان إني أنا حافظ على نفس مستوى الدراسة المتفوق بالجامعة، إنه كل الأساتذة بينبسطوا مني من علاماتي، إني لما أخلص دبلوم إني أقدر تصح لي منحة أكمل فيها بكالوريوس. أولويتي الأولى إني دراستي، ثم دراستي إني أكمل دراسة. أنا حلمي بالمستقبل إني أدرس بكلية القدس، جدا ككادر التدريسي اللي عنا حببوني جدا بطريقة التدريس، الأساليب إنه هن كتير بروفيشنال، فجد حببوني إني أنا أكون مطرحهم، إني درس مطرحهم، فأنا جدا بحلم إني لما أخلص وأخذ كشهادات إني أشتغل فيها. أحكي حالي إنه بفضل رب العالمين طبعا، بفضل إيديو سيريا إنه ما ضيعت وقت، قدرت أنجز كتير أشياء، منها إنه أنا حسنت لغتي الإنجليزية كتير. حصل ممكن هلأ يعني شوي إنه مبقي لي إنه بتخرج، حصلت على شهادة. أنا دائما حاولت إني استغل الوقت بأي شيء ما ضيعه، دائما حاول، أنا عندي دائما قانون بحياتي إنه اللي جاي أحسن من اللي راح، فجد شكرا إيديو سيريا.